بلادنا غنية في التراث، غنية. هذا اقتصاد وطن. الفرق العاملة هنا ما شاء الله يعني أوضحونا، وكان الشرح وافي منهم ومن هيئة الآثار والسياحة عن المناطق اللي تم التنقيب عنها، وهي مناطق تعود إلى ما قبل الميلاد، وهذه والله تفاجأنا فيها كثير اليوم. تعرفنا على التراث القديم، ولله الحمد في جهود الفريق اللي مجتهد فيه، وعجبنا فيه، وإن شاء الله إنه يصير منطقة سياحية للمنطقة في مركز أخريب، وجميع من يزور هذه المنطقة بمتابعة الأمير سلطان بن سلمان، لله الحمد، وأنها طيبة جدا للسياح. والله الفائدة اللي اكتسبناها اليوم الاطلاع على الأثر، في أشياء كنا ما نعلم عنها مثل الغرف هذه. احنا من ابناء المنطقه لكن ما كنا يعني الا بعد التنقيب علمنا عنها، كنا اول لا نعلم عنها. جهود الهيئه العامه للسياحه جهود حقيقه جباره، ونشكرهم عليها طال عمرك، واستقطاب طيب جدا. احنا كابناء منطقه مزبوط، وكسياح نكون حريصين على عدم العبث في المناطق الاثريه والمحافظة عليها. فضل الله ثم فضل هيئة السياحة، اليوم استدعونا المنطقة السياحية هذا، أنا من أهل المنطقة بس والله أول مرة يعني أمر على المنطقة هذه، صراحة استفدنا استفادة عظيمة يعني من الشيء هذا بجهود هيئة السياحة صراحة في مكتب ضبة ومكتب الخريبة. لازم نحافظ، هذه ممتلكات تعتبر ممتلكات ثمينة، لازم نحافظ عليها، ممتلكات ثمينة هذه تعكس صورة المنطقة وحتى للعالم اللي برا يعني، ولازم نحافظ عليها، وأحث الشباب و السواح وأهل المنطقة بالمحافظة على ممتلكاتهم، تعتبر ممتلكاتهم دي. ما كنت أتوقع يعني موجودة هذه، بس بعد التنقيب ما شاء الله تبارك الله اليوم صراحة انبهرنا في الموقع. أتمنى يكون في تعاون بين اللجان، شيء يقدمه للمجتمع، مشاركات مجتمعية نقدمها لبرامجنا احنا على اللجان، نظهرها للناس ويصير في تعاون بين هيئة السياحة والتنمية الاجتماعية. اكتشفت يعني أن في أثار يعني لها قيمة كبيرة عندنا في منطقة الخريبة، وهذا الشيء إن شاء الله يعود بالنفع والخير على البلد وعلى المملكة كلها. ما توقعت يعني أن الموقع هذا أثري قديم جدا. والله حقيقة اللي شفناه اليوم أفلج صدورنا بالمجهودات الكبيرة من هيئة السياحة والآثار والأعمال اللي قاعد يقوم فيها مع الفريق البولندي، وحقيقة يعني أنا إحنا قريبين ساكنين لكننا أول مرة نطلع على المجهودات الكبيرة هذه بصراحة، وجهد يشكروا عليه. والله هنا دور كبير طبعا على الأهالي والمواطنين أنهم يساعدوا الهيئة وجميع الفرق الموجودة ويتعاونوا معهم، بالعكس أنهم يساعدوهم في أي في تذليل جميع الصعوبات التي يتعرضوا لها ويشاركوا معهم في حالة أنه طلب منهم المشاركة أو شيء، وهذا دور كبير على المواطن أنه يكون واقف مع الهيئة جنبا إلى جنب في عمليات البحث. طبعا الفرق العاملة هنا ما شاء الله يعني أوضحونا، وكان الشرح وافي منهم ومن الدكتور وليد من هيئة الآثار والسياحة عن المناطق اللي تم التنقيب عنها، وهي مناطق تعود إلى ما قبل الميلاد، وهذه والله تفاجأنا فيها كثير اليوم يعني المعلومات هذه. طبعا هذه من الجهود الجديدة حاليا من الهيئة أنها بدأت تنشر جميع الفرق هذه على أكثر من موقع، مواقع كثيرة. نعم، الخبراء الأجانب فيها فائدة كبيرة حتى للأعضاء في الهيئة والإخوان أنهم يكتسبوا المهارات الكبيرة اللي ممكن حتى هم يقودوا فرق بعد كذا للتنقيب بنفسهم. الموقع هذا طبعا احنا نعرفه قبل التنقيب وبعد التنقيب، والفرق واضح جدا يعني، لولا اعمال التنقيب اللي حصلت ما كنا نقدر نقف في هذا المكان. طبعا في اثار قديمه كانت موجوده سابقا يحدثون عنها بان هذا، لكن الان يعني بقايا السد كانت موجوده، لكن مع السيول مع هذا انجرفت بقى. وفي المواقع الان ممكن انتم شاهدتوها قبل كذا اللي هي المقابر اعلى الجبل هذا، لا وطبعا يحتاج لها برضه ايضا اعمال تنقيب، وبرضه في على طرف الجبل هذا توجد مباني ايضا قديمه منهاره يحتاج ايضا بعض شو اسمه التنقيب، بعض الاثار اللي موجوده هنا يتم التنقيب عنها والعثور عليها.
تعطل، حتى يصير فيه ربط بين الماضي والحاضر. جهود يعني يشكرون عليها وتحسب له، تحسب للقائمين على هذه الأعمال. استفدت إني أنا رأيت حقيقة ما كنت أتمناه من قبل، إني أجد الخريبة، وفوق هذه إني شفت مواطنين الخريبة. هذا الشيء اللي أسعدني حقيقة، أسعدني سعادة كبيرة من شفت المواطنين من محافظة ضبة ومركز الخريبة إنهم متواجدين ومتفاعلين مع المكان وموقع التنقيب، وشافوا بعينهم إنه في عمل جاد من قبل الهيئة والتراث الوطني. هذا حقيقة يعني أسعدنا، وهذا شيء جميل جدا، وأنا يعني متفائل إنه حيكون أحسن من كده كثير السنوات القادمة. والتعريف عن الأجيال حتى يعرفوا الشيء هذا، التمين هذا اقتصاد وطن مستقبلا حقيقة، يتعول عليها أشياء كثيرة، وهذا مما نحب نحافظ عليه، يعني إن الأشياء هذه إنها تكون يعني موجودة ووعي عند المواطن وعند ابن القرية عند ابن المدينة، يكون في وطن. رسالتي لهم أن يعني يفقهوا أبنائهم ويجلسوا مع أبنائهم في لحظات، في أي وقت يجد فيه لحظة لأبنائه يبل يعني يفهموا إيش معنى التراث، إيش قيمته، ويكون هذا من قبل المحافظات. وحقيقة حتى الخطباء، أتمنى من الخطباء إنه يتكلموا عن التوعية لتراثهم واقتصادهم الوطني المستقبل في هالمنطقة هذا. والله حقيقة هذا جهد طيب. تو أنا قريت قبل فترة اتفاقية مع الصين، وهذا أسعدني جدا، وقريت عن الدكتور علي الغبان حقيقة، وأن الوضع اللي صار مع الاتفاقية في جهة الليت في الجنوب حقيقة هذا أسعدنا جدا، ونتمنى أن يكون هذا موجود إن شاء الله إلى الأحسن وإلى الأفضل. وبلادنا غنية في التراث، غنية يعني. قبل كده يعني رأينا من الناس يعني يتكلموا، وحقيقة أنا أشكر صاحب السمو الملكي السلطان بن سلمان على وقفته في الهيئة واعتنائه شخصيا في كل المحافل، وهذا شيء يسعدنا وأسعد الجميع. قبل والله الشغل عظيم وجبار، ويشكر عليه هيئة السياحة الأثار، وهذا الشيء سيساهم في تطوير المنطقة والارتقاء بها سياحيا ومعرفتها على مستوى الخليج والعالم بإذن الله. استفدت أني عرفت أثار المنطقة اللي أنا عايش فيها، أول ما كنت أعرفها، لكن هذا الشيء يشكر عليه هيئة السياحة الأثار. هذه الأثار هي أثارهم وأثار أبائهم وأجدادهم، وهذا تاريخهم، ومن لا تاريخ له لا أصل له. بإذن الله ممتاز ومفيد اقتصاديا لها، بيحرك السياح في منطقة تبوك كامل، الفنادق والبحر والتجار، حتى التجار يستفيد، تجار المنطقة. رسالتي يتركوها كما أتوا فيها، الأهالي في هذه المنطقة يحافظوا على المنطقة من التشويه ومن رمي النفايات والعبث بها.